بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 7th grade, you are welcome to a new English class for today. We're going to read about Ibn Battuta. This is our sixth unit, the last one. Look at the title. He traveled around the world for 29 years. يعني كان العرب إلهم مجدهم بالزمنات. وإن شاء الله إنه يرجع مجد العرب ويعني اكتشافاتهم اللي كانت هي أساس الحضارة الغربية. طيب. Reading strategies. When to use the dictionary. إمتى يا سابع بدي أستعمل الـ dictionary. هلأ إذا أنا if I read a text that doesn't mean that I have to know every word in this text. إذا بدي أقرأ text والله مو بالضرورة أكون عارفة معنى كل كلمة فيها. إذا وقفت عند كلمة معينة I have to use the dictionary. بس المهم بالموضوع the most important thing that I have to know the main idea and understand the text in general. لازم أفهم التكست بفكرة عامة بشكل عام وأحاول إني أفهم الكلمات مو أحفظها حتى إني أقدر أحط يعني من عندي تعريف معين للكلمات. طيب try to guess the meaning of the words you don't know from the words or sentences before and after it. Use your dictionary only when you cannot guess. إذا ما قدرتش تحذر شو المعنى الكلمة ساعتها إيش بتروح على الدكشنري. يلا خلينا نحاول بأول تمرين عندنا find the words. The process of walking a long distance with a group. عملية المشي والاستطلاع مع جروب كبير. شو معناها؟ مسيرة أو يعني رحلة برية. هنا بقول لك walking a long distance. إذن معناها مسيرة. March. March شهر أذار. وMarch معناها مسيرة. طيب. It is a building protected against an attack. يعني بناية كبيرة للحماية ضد الهجمات زي إيش؟ ذكر كسل كسل اللي هي قلعة. طيب It is a place providing protection from danger. مكان بأمن الحماية ضد الخطر اللي هو fortress يعني حصن أو خلينا نقول ملجأ. طيب Let's begin. We're going to read the longest journey. أطول رحلة لمين؟ لابن بطوطة طبعا العالم العربي المغربي وهو كان he was very smart. طيب Let's begin. واسمعوا يا سابع واقرأوا عن ابن بطوطة وقارنوا قديش كان عمره لما بلش بالترحال تبعه. ابن بطوطة was a Moroccan scholar and traveler. إذن هو كان رحالة وscholar يعني إنسان متعلم بحب العلم. He visited the Middle East, Turkey, North East and West Africa, Southern and Eastern Europe, Central Asia. طيب زار مين؟ الميدل ايست اللي هو الشرق الأوسط. تركي تركيا. North East and West Africa شمال وشرق وغرب أفريقيا. Southern and Eastern Europe جنوب وشرق أوروبا. Central Asia وسط قارة آسيا. Southeast Asia, China and parts of India. ما شاء الله رايح على جنوب آسيا ومركزها وعلى China على الصين و parts of India. If you think a little bit. إذا فكرت شوية سابع. طب زمان لا كان في طيران ولا ما يحزنون. هلأ اللي بده يسافر على أمريكا 17 ساعة بالطيارة بكون واصل. الصين كتير بعيدة. فيعني ابن بطوطة كيف قضى عمره وهو لحتى وصل لهاي الأماكن. طيب
Ibn Battuta met kings, ministers, and other powerful men. إذا قابل الملوك والوزراء والرجال اللي لهم نفوذ authority يعني المسؤولين. He traveled for 29 years. قضى من حياته 29 سنة سفر. Historians read his travel notes to find out what happened in those times. طبعا الهستوريانز المؤرخين قرأوا read his travel notes, كان يكتب notes حتى ايش يلاقوا المعلومات ويعرفوا شو صار معه خلال هذا الوقت. هاي قصاصة من يعني الترجمة اللي تمت من كتاب كتابات ابن بطوطة من النوتس. Second Rajab 725 بالتاريخ الهجري كانوا يتعاملوا, كان اليوم الثاني من شهر رجب سنة 725 هجرية, ما يقابله بالتاريخنا الميلادي. 14th June 1325 بالتاريخ الميلادي. I am 20 years old. عمره 22 سنة بيحكي عن حاله. And I am leaving 10 years today. هو راح يعني يغادر هاي المنطقة اليوم. My parents are very sad. Of course, امه وابوه بدهم يكونوا كثير زعلانين لانه بده يترك بلدتهم يعني. اوكي. 9th رمضان, طبعا بعد رجب تيجي ايش؟ رمضان. 9th رمضان 726 بالتاريخ الهجري, اليوم التاسع برمضان سنة 726. اعتقد انه كانت مبلش السنة الهجرية الثانية لانه هون 25 وهون 26, ما يقابله بالضبط. 9th August شهر 8 1326 هون كانت 1325 ميلادي, هون يعني فعلا بالسنة الثانية. I am in Damascus, هو وصل وبيحكي هلا أنا في دمشق. I am living at ملكيتا كوليدج, هو عماله بيعيش في الكوليدج الكلية ملكيتا. The Umayyad Mosque is the most beautiful mosque in the world. هون بيوصف المسجد الأموي الكبير في دمشق. وهو شو بقول عنه؟ It is the most beautiful mosque in the world. أجمل مسجد في العالم في تلك الفترة طبعا. شوفوا يا سابع, the most beautiful, superlative. الصفة هنا طويلة استخدمنا معها most لحتى أحكي هو الأكثر جمالا يعني. Okay, let's continue. New moon of شوال 726. New moon إيش يعني؟ قمر جديد يعني شهر جديد بعد رمضان. شو بده يجي عندي؟ شوال هون. إذن قضى رمضان كان في دمشق وبعديها نيو مون بداية الشهر الجديد اللي هو شهر شوال في نفس السنة 726 هجري, بيقابله the first September 1326 اللي هو شهر 10 بسنة 1326 ميلادي. The Hijaz caravan is leaving Damascus for Medina and I am traveling with it. شو؟ The Hijaz caravan. كرفان الحجاز عماله بيغادر دمشق. لوين؟ للمدينة. أعتقد أنهم كانوا بطريقهم للحج. طيب. For Medina and I am traveling with it. First, we are going to the castle of Karak. إذن طبعا زمان ما كان في ports بين between the countries, ما كان في حدود, هون سوريا وهون العراق وهون الأردن وهون فلسطين. إذا نزلوا من وين؟ من دمشق باتجاه يعني سوريا والأردن مفتوحين على بعض, نزلوا من دمشق بالشمال باتجاه الجنوب وين؟ وصلوا قلعة الكرك. Kings use this fortress as a refugee in difficult times. الملوك استخدموا هاي الفورتريس اللي هي حكينا عنها حصن, اللي هي هون بيحكي عن
حصن وقلعة الكرك بيستخدموها كانوا كملاجئ refugee in difficult time في يعني بأوقات صعبة للحرب. I am very tired طالع من صيام زي هلأ وقتنا الله يتقبلنا يا رب. طلع سفر وصيام فإيش بيوصف حاله؟ I am very tired هو بحالة مضنية من التعب. After a march of 2 days طبعا بعد مسيرة 2 days march اللي هي حكينا احنا عنها بخليني بس افرجيكم الكلمات هنا. After a march اللي هو ايش مسيرة يومين. Where I am. After a march of 2 days بعد مسير يومين we are staying at Tabuk for 4 days to rest and to water the camels. Look at this paragraph أو at this line. بقول بعد مسير يومين وين وصلنا أو أقمنا we are staying نحن نقيم الآن وين at Tabuk مدينة في السعودية. إذا نتعدوا الكرك راحوا على أقصى جنوب الأردن اللي هي هلأ العقبة والمدورة ووصلوا وين دخلوا في الأراضي السعودية هلأ فوصلوا تبوك شو بقول to rest لحتى نأخذ قسط من الراحة and to water the camels لحتى يرووا الجمال. هاي الجملة تعطيني expression about the way of their traveling بيعطيني تعبير عن طريقة السفر تبعهم by the camels كانوا يسافروا عن طريق الكوافل اللي هي الجمال. Now at last أخيرا we are traveling to مدينة بلشت رحلتهم وين المدينة المنورة الله يكتب لنا زيارتها إن شاء الله يا رب جميعا. طيب next first week of September أول أسبوع بشهر 10 1344 I am staying in the palace of the Sultan of Ceylon. We met at the port. احنا التقينا بالمعبر بالبورت وهلا بنقيم احنا وين في يعني مكان او استضافهم السلطان. And he invited me to visit his palace. في قصر السلطان. He gave me the best pears. Yes, pears, لؤلؤ. He gave me the best pears in his kingdom as a present. ما شاء الله. هذا السلطان شو أعطى ابن بطوطة؟ أعطى أفضل اللقالق اللي في المملكة عنده as a present. كريم والله. الله يجزاه الخير. طيب. هلأ. Use the reading strategies on page 71 and guess the meanings of the underlined word for the context. هلأ بده مني أحذر شو معنى scholar. إحنا قبل أول إشي ما قرأنا عن ابن بطوطة إنه he was a scholar and a traveler. Moroccan scholar and traveler. هو scholar مغربي ومسافر. Scholar it means someone who is on a journey. مسافر. لا traveler معناها an intelligent and well educated person. هو كان intelligent and well educated person ولا a ruler in a country يعني دستور البلد. لا هو بالفعل كان an intelligent and well educated person. هو كان ذكي كتير ابن بطوطة حتى انه في بعض من كتاباته ترجموها لأكثر من لغة العالم الغربي واستخدموا كتبه لحتى يطوروا عليها علمهم. طيب what does it mean refugee. refugee احنا قلنا انه مكان استخدموه الملوك. خلاص خلينا ناخذ الخيارات a hotel فندق ما كان ايامهم hotels a place for people to be safe اماكن للناس لحتى يكونوا بامان ولا a house for poor people ولا مكان لتجمع أو بيت بتجمعوا فيه الناس الفقراء. لا طبعا ريفيوجي هو ملجأ عبارة عن مكان a place for people to be safe لحتى يكونوا الناس فيه بأمان. طيب kingdom مملكة what does it mean
A country ruled by a king or a queen. هي بلد محكومة من قبل ملك أو ملكة. The people who live in a palace. ولا الناس معنى kingdom. يعني معنى kingdom. ناس تسكن في قصر. ولا a large beautifully decorated house. ولا بيت كبير ويعني مدوكر بشكل حلو. طبعا of course kingdom. It means a country ruled by a king or a queen. As the kingdom of Hashemiyya. Hashemiyya kingdom of Jordan. اللي هي المملكة العربية الأردنية، المملكة الأردنية الهاشمية. Kingdom Saudi Kingdom Saudi Arabia اللي هي المملكة العربية السعودية. إذا المملكة هي البلد التي تحكم من قبل ملك أو ملك. لهون رح نوقف يا سابع. يعني درسكم بسيط كتير وسهل وممتع، ويعني في information a beautiful information. طيب we're going to stop here. Next lecture, inshallah, we are going to continue our reading in order to answer the questions. This is your teacher, Suhair, was with you. Good luck للجميع، والله يتقبل الصيام والقيام، وكل سنة وانتم سالمين يا سابع، والله يعينكم، والله يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.